فوجئنا اليوم بتأجيل الاجتماع الذي كان مقرر له الساعة الواحدة من ظهر اليوم بطلب من النقيب وعدد من أعضاء المجلس بدعوى الانتظار حتى الاطلاع على النسخة النهائية. احنا في 5 من أعضاء مجلس النقابة اجتمعوا النهاردة وقرروا 3 أشياء. الأول ان احنا هنتقدم بدعوى في القضاء الإداري لإلزام مجلس النقابة لعقد الجمعية العمومية اللي دعا ليها 183 زميل تقدموا طلب لمجلس النقابة، وهننتظر الأسبوع عشان يمر الشهر الفترة القانونية اللي بينص عليها القانون. في حال عدم الدعوة للجمعية العمومية هنلجأ للقضاء الإداري لإلزام مجلس النقابة بالدعوة للجمعية العمومية. رقم 2، احنا 5 هنحط استقالتنا تحت تصرف الجمعية العمومية بالقبول أو رفض حال انعقادها. رقم 3، هتقدم بطلب لاجتماع طارئ لمجلس النقابة بعد إلغاء الاجتماع النهاردة اللي هو يعني رفضناه من حيث المبدأ وشفنا انه ملوش أسباب جدية تدعو له. اللي حصل امبارح كنت بتكلم مع النقيب في مسألة البيان الرافض، الراجل قال حاضر هجيب الملاحظات ديت في الاجتماع بشكل رسمي بحيث ان احنا لما نيجي نتكلم داخل المجلس النهاردة وداخل الاجتماع النهاردة يبقى ما بنتكلمش في 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 افتراضيات، احنا بنتكلم في حقائق موجوده اوريدي في المساله. فالنهارده لقيت رساله بان احنا هنأجل الاجتماع الى حين الوصول بشكل رسمي على هذه الملاحظات. في الحقيقه انا في الحاله دي انا ما يهمنيش التأجيل من عدمه، انا اللي يهمني ان احنا فعلا نبقى نوصل للنقطه اللي احنا عاوزينها بالظبط اللي احنا هنتناقش فيها عشان تبقى الامور واضحه ويبقى الامور على نور داخل اجتماع المجلس. دي قصه منتهيه. انا النهارده طلعت بيان قلت ان انا ما قدمتش طلب، ان في البعض قال ان انا قدمت طلب رسمي بتاجيل الاجتماع وده طبعا ما حصلش، لكن الحوار اللي حصل بيني وبين النقيب هو ده اللي انا حكيته. طبعا مش هدخل في افتراضات خلافات ومواقف حصلت ومش عارف ايه وزميل قال انا فوجئت ان في زميل تاني قدم طلب، طبعا ما حصلش طلب ولا حاجه من الحاجات دي، مع الوضع في الاعتبار ان مساله التاجيل مش هي الهدف في القصه، الهدف ان احنا ازاي نوصل يعني لصيغه نقدر نوصل بيها فيما بعد ان لو ما فيش حاجه اتعدلت ازاي نقدر نتحرك عشان نعدلها.